السلام عليكم، اسم ديالي حيز محمد من المغرب. من حق غيري أن يحظى بتعليم جيد، فكما تعلمون جيدا أن التعليم بالمغرب حاليا أصبح يخضع للتجارب، كأننا في إيران التجارب، وكل وزارة تأتي إلى الحكومة إلا وتخرج لنا بمخطط أو ببرنامج جديد ضاربة عرض الحائط البرنامج السابق دون أن تعطي له الوقت الكافي لتقييمه، وبذلك تعرف جدوى من غيره. لذا أطالب من هذا المكان أو هذا المنبر أن يستقل التعليم عن الحكومة، وأن يخطط له على المدى القريب والبعيد والمتوسط. فمثلا على المستوى القريب أي العاجل، لابد من بناء مدارس جديدة لمحاربة الاكتضاض داخل المدارس، وأيضا الاهتمام بالتعليم في الوسط القروي وتوفير النقل إلى غير ذلك. إذن التعليم بصفة عامة، التعليم الجيد هو السبيل الوحيد لتحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي للشعوب. إذن يدا بيد من أجل تعليم أفضل.